ملوش أي قيمة رقمية غير لو جنبه أرقام تانية، لكن في مصر ليه قيمة حياتية مهمة جداً. آخر ظهور للصفر في حياتنا كان مع مريم ملاك طالبة الصفر في الثانوية العامة، وطبعاً ما نقدرش ننسى صفر المونديال. مفيش رقم موبايل في مصر مفهوش صفر، ومفيش عداد عربية مفهوش صفر، لأن دي أساساً أكتر سرعة بنمشي عليها بسبب الزحمة. أحلى رقم في فريق الكورة اللي هو 10 برضو فيه صفر. كمان في مصر غيرنا مكان الصفر وخليناه على الشمال، وكمان في الأغاني الصفر كان موجود. خلاصة الكلام، الصفر في مصر مش بس رقم، ده عشرة عمر.